بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا أيها الإخوة، الآن حجاجنا الكرام يتجهون لرمي الجمرة الصغرى إرضاء للرحمن إرغاما للشيطان، وهم يهتفون بنداء واحد: بسم الله الله أكبر، إرضاء للرحمن إرغاما للشيطان. وها هم يسيرون الآن سيرا خفيفا إلى الله عز وجل، إنهم وصلوا الآن إلى هذه الجمرة، يسيرون الآن إلى الجمار ليرموا هذه الجمار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويستغيثون به سبحانه وتعالى أن يوفقهم لتوبة نصوحة، وأن يكرمهم سبحانه وتعالى بالبعد عن سلطان الهوى، وأن يكرمهم ربنا سبحانه وتعالى بالوقوف على حدوده، ليكون الإنسان وقافا على حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود برمي الجمار، أن يكون الإنسان وقافا على حدود الله سبحانه وتعالى. ها هم يركضون الآن: بسم الله الله أكبر، إرضاء للرحمن إرغاما للشيطان. بسم الله الله أكبر، يسن الدعاء بعد رمي جمرة العقبة. فها هم الحجاج الآن يجتمعون للدعاء بين يدي الله تعالى: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وكما أكرمتنا برمي هذه الجمار أكرمنا بالتخلي عن أهوائنا وشهواتنا من أجلك يا الله، كما أكرمتنا يا رب بتحلي هذه الساعة عن جمراتنا أكرمنا يا ربنا يا رجاءنا بالبعد عن أهوائنا وشهواتنا، وأكرمنا بطهارة الظاهر والباطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ها هم حجاجنا يجتمعون للدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء مجاب في هذا المكان، فادعوا الله معهم واسألوا الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق لكم ودوام التوفيق لهم، وأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى بابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله أكبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله، واغفر لنا واسترنا واجبرنا وتقبل منا يا رب العالمين. ها نحن نؤدي نسكنا بأن نرجم أهواءنا وشيطاننا يا الله، فاحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بقدرتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا الله يا الله. تقبل منا واعطنا سؤلنا وبارك لنا في حجنا يا
رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل احببنا على الجمرة الثانية إن شاء الله تعالى، من أجل أن نؤدي، لا نستعجل، نمشي على اليسار كما نسرع حصيات، بس ناخذ نصف. وهكذا أدى الحجاج دعاء جمرة العقبة، الجمرة الصغرى لله سبحانه وتعالى، وطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم هذه الجمرة، ثم بعد ذلك تنحى صلى الله عليه وسلم ووقف عليه الصلاة والسلام، وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى مخلصا لله، مخلصا لله الدين. نحن الآن مع حجاجنا الكرام، نسعى وإياهم في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ونسير معهم خطوة بخطوة لتكون المناسك مؤداة على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولتكون مناسكهم كاملة على وجه النبوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذا نسك المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أداه حجاجنا لله الحمد على أتم وجه. وها نحن الآن ننتقل إلى الجمرة الوسطى، لنحي بقية السنة المحمدية، ولنحي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لأداء هذا النسك على النحو الذي يرضيك عنا. كل خطوة يخطوها الحجاج يكتب الله لهم سبحانه وتعالى بكل خطوة تكفير سيئة ورفع درجة، ويعطيهم بكل خطوة حسنة. إنه كرم الله سبحانه وتعالى الذي كثر على خلقه، إنه كرم الله سبحانه وتعالى الذي يتجلى به على عبيده. ها هي الجمرة الوسطى، وها هم الحجاج يرجمون شيطان هواهم، ويستشعرون عظمة التوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهم يؤدون هذا الرجم. إنه عبادة عظيمة لا يعرف طعمها إلا من ذاقها، إنها عبادة تشعر العبد بالانكسار والذل لله سبحانه وتعالى، تشعر العبد بكمال الافتقار لله سبحانه وتعالى. وهكذا يؤدي حجاجنا رجمهم، يرضون الله سبحانه وتعالى، يرضون الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وهم على أعتابه. بسم الله، الله أكبر، إرضاء للرحمن إرغاما للشيطان. 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 بسم الله، إرضاء للرحمن إرغاما للشيطان. بسم الله. وهكذا أدى الحجاج جون مو معي بحصاتي خلياهم لا على الأد يعني رجوم على الأد يعني انتهى، لأنه هذول السبعة مثل أسنان، الأسنان المفتاح، إذا المفتاح أسنانه سبعة بيفتح بثمانية، هاي هي إذا مفتاح الرحمة الإلهية بما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الحمد لله على فضله سبحانه وتعالى، والحمد لله على تمام هذا النسك العظيم
والحمد لله الذي وفقنا لما يحب ويرضى. وها نحن الآن نجتمع للدعاء أيضا بعد الرجمة الوسطى، أيضا هنا الدعاء مستجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الختام والوفاة على الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيه عنه. اللهم هذه الجموع قد جاءت لبابك تستغفرك وتنوب إليك. اللهم آمين آمين. نؤمن على دعائي، نؤمن على دعائي حجاجنا الكرام الذين يلجؤون إلى الله ويذكرون إخوانهم وذويهم ويذكرون أحبابهم بحسن ذكر بين يدي الله سبحانه وتعالى. تذكروا الإخوة والأحباب وتذكروا الخلان ودعوا لله سبحانه وتعالى مبتهلين مبتهجين أن يصرف الله سبحانه وتعالى البلاء عن البلاد والعباد، وأن يصرف الله سبحانه وتعالى عن الأمة تسلط الأعداء، وأن يكرم الله الأمة بميلاد فجر جديد يعز فيه الدين وأهله وينصر فيه الكتاب والسنة. إنه دعاء العبيد الذين افتقروا إلى ربهم وتوجهوا إليه سبحانه وتعالى مبتهلين منيبين إليه، وهكذا توجه حجاجنا الآن إلى رمي الجمرة الكبرى، يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. هنا سيدنا إبراهيم رجم إبليس عندما جاء يقول له: يا إبراهيم أتقتل ولدك من أجل رؤيا؟ فضربه من أجل أن يخنس. ثم بعد ذلك أتاه مرة ثانية فقال: يا إبراهيم أتصدق رؤيا رأيتها في المنام وتذبح ولدك؟ فرجمه مرة ثانية. ثم جاءه في الثالثة فقال: يا إبراهيم إنك أواه رشيد، فكيف تصدق رؤيا وتذبح ولدك؟ فرجمه تلك الرجمة ليقطع عن الأمة وساوس الشيطان. وهكذا يعلمنا سيدنا إبراهيم أن يقطع الإنسان هواه، وأن يقطع الإنسان عن نفسه كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى. إن العبد الذي رجم هذه الساعة هذه الجمرة توجه إلى الله بقلب صادق خاضع منيب، ثم بعد ذلك التجأ إليه بصدق أن: يا رب إني عبد ضعيف وفي خلل كبير، ولا يجبر هذا الخلل إلا أنت يا الله. فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن نرجم هذا الهوى لنخبت شيطاننا ونرضي ربنا سبحانه وتعالى. ومع كل جمرة رماها حجاجنا كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى الثبات على الطاعة، ويسألون الله سبحانه وتعالى التخلي عن الصفات الذميمة والصفات السلبية. إنهم توجهوا بصدق الحال إلى الله، وتوجهوا بصدق القول إلى الله، نادوا مع كل جمرة: الله أكبر، أي يا رب أنت أكبر من أهوائنا وأنت أحب إلينا من شهواتنا،
وها نحن يا رب نلتجئ إليك وعلى بابك وأعتابك، نلوذ بك يا رب متوسلين إليك بضعفنا وقوتك، أن تتوب علينا من كل الذنوب وأن تتوب علينا من المعاصي. ها هم قد رجموا هذا ذاك الذي ترك، ذاك الذي ترك رحمه مقطوعة، أهو اليوم يرجم قطيعة الرحم، وذاك الذي أسرف على نفسه بمال حرام ها هو يرجم الآن، يرجم الآن ذاك الهوى الذي طغى عليه فأكل المال الحرام، فهو الآن يرجم هذا كله، وذاك الذي أسرته الشهوات والأهواء فهو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى يرجم هذه الشهوات ويرجم هذه الأهواء. يا أيها السادة، إنه الله سبحانه وتعالى الذي أحدث في نفس الحجاج معاني القرب منه سبحانه وتعالى، إنه الله سبحانه وتعالى الذي أوجد في قلوبهم معاني التغيير ببركة التجليات الإلهية التي تجلى بها سبحانه وتعالى عليهم. كم ولكم عصى الإنسان ربه وها هو في لحظة يتوب إلى الله، والله يأمره أن يرجم هذه الشهوات التي لطالما أضلته، فهو يرجمها ويقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ويقف على أعتاب الله سبحانه وتعالى. كم أنت عظيم يا رب، يعصيك الخلق كثير وأنت تغفر الكثير، نعصيك كثيرا وأنت ترحمنا، نعصيك كثيرا وأنت تسترنا. كم أنت من إله عظيم يا رب، فلك الحمد ولك الشكر. بسم الله، الله رضاء للرحمن إرغاما للشيطان. وها هم حجاج بيت الله، لله الحمد، الحمد لله الذي أتم لهم النسك وهم يرجمون عن اليوم الأول، والحمد لله رب العالمين، وقد جمعوا الآن الرجم كما قال به إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأتم الله الحمد لله النسك بيسر وعافية ولطف ودون زحام، فقد اختارت الحملة الوقت الذي يكون فيه الحجاج في أمان من الازدحام والبعد عن الأمراض والأسقام والأوجاع. نسأله سبحانه وتعالى دوام هذه النعمة العظيمة. لبيك اللهم لبيك، دعاء نادى به عباد الله والتجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وهم يلبون نداء الخالق العظيم ويلتجئون إليه سبحانه وتعالى التجاء العبد الضعيف الذليل المنكسر إلى المولى الجليل. إنهم أدوا واجب الرجم وأدوا حق الله سبحانه وتعالى عليهم، إنهم اتخذوا الحق سبحانه وتعالى ربا وارتضوا به سبحانه وتعالى إلها عظيما، فقاموا إلى تنفيذ أمره من غير شك ولا ارتياب، وعلموا أن في هذا
هو الرضا منه سبحانه وتعالى، وعلموا أن في هذا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.